إلا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. دور الأم أساسي في تحسين جودة حياة أسرتها ومجتمعها. ويا سلام بقى لو الأم دي بتربي ولادها وفي نفس الوقت عندها رسالة بتحققها لبلدها. في كل قرى مصر في ستات كتير قوية ورائعة، حقهم علينا نوصل ليهم وناخد بأيديهم لبر الأمان. وقوة مصر الناعمة ووعيها وسلوكياتها هي جزء من الأمان ده. ومن شمالها لجنوبها هتلاقي نماذج تبهرك، إيد فيها رسالتها والإيد التانية جوه بيتها. الرائدة الاجتماعية جند كبيرة في التغيير المجتمعي اللي ريسنا بيحلم بيه واللي بلدنا تستحقه علشان تتغير للأفضل وتتغير بجد وبعمق. التعليم والتربية أساس الأخلاق. خلي بالك عليها، خلي بالك هنيها، خلي بالك دي السمرة، خلي بالك. 40 سنة يمكن من 83 أول رائدة، هم المشروع ده عملوه عندنا إحنا تنمية المرأة، وعايزين الرائدات الريفية، فإحنا هناخدك في مشروع الرائدة الريفية وأنت أول واحدة. والرائدة الريفية حلقة وصل بينها من بين رئيس الوحدة، لأن هي السر كله في الرائدة. كانت عندي 30 سنة وبخيط للعرايس وعمل ستاير، أروح السجل أخذهم معاي، أروح مكتب الصحة أخذهم معاي، عشان مش عارفين أنا بمشي معاهم. وأنا رائدة ليه؟ مش لخدمة المجتمع، خدمة الناس. لفيت البلد مرة، دخلت 27 بيت من الصبح لليل. دلوقتي كل البلد دي أنا داخل بيوتها يا ابويا، البلد كلها دخلتها، قول 2000 البلد كلها ولا بيت ما دخلتوش. في واحدة طيب متجوزة ما عندهاش قسيم، جابت ولد، الولد كبر، طلعنا القسيم شهادتها على ولدها، جارت علي ومسكت ايدي، الله يخليكي، الله يبارك فيكي، الله يخليكي، تسلمي، الله يبارك فيكي، يديك الصحة والعافية. وقعدت تعيط. المهم اللي عملت ليها معاش، أرامل، مطلقات، شيخوخة، قانون طفل. الرائدة الريفية أدان دفعة وأدان قوة وأدان شجاعة، بقيت يعني بمشي يعني بثقة، والناس أول ما أمشي بيشاوروا علي، دعوات الناس يعني مستجابة، وهي إن شاء الله يعليكي يا رب، ياخذ بيدك يا مكة. بجوكر ده، جوكر مكة. شوف لي صفية زغلول، صفية زغلول ما شاء الله. ماما بالنسبة للروح والحياة، لأن هي أمي وأبويا وأختي وصديقتي، بحس أني فرحانة أنها بتخدم الناس والناس بحبوها، وطبعا من محبتها هي الناس بحبوني أنا. عشان أنا رائدة ريفية، الرئيس عيني في المجلس، بعتوا كلمين مكتب الرئيس، قال لي إحنا مكتب الرئيس ليه؟ أيوة الحاجة مكة، قلت يا أيوة، قال لي رح تتعيني في المجلس القومي للمرأة. رئيس الوزراء زي قاعد كده وأنا قاعد كده، فجحت زغلولتي قال لي كده. وجينا عاد الاجتماع الثاني، الرئيس قابلنا ورحنا عام برضو، بقينا نقول الأسامينا عشان الرئيس يعرف. قال لي أيوة يا حق مكة أسوان، قلت له أيوة يا ريس. إزاي ناس أسوان؟ قلت له بيحبوك وبيسلموا عليك، خصوص السيدات بيحبوك، خصوص المرأة بتحبك يا ريس. قال لي أنا شكرا شكرا، وأنا بحبوك والله. الرائدة الاجتماعية هي اللي بتحمل شعلة نور للمجتمع، هي الحارس الأمين على أفكار وسلوكيات أمهات كتيرة وأسر أكتر. والأم الواعية القوية هي عنصر أساسي في حماية وتنمية أسرتها، في إنها تحقق لهم حياة كريمة ومستقبل واعد. كل راجل لازم يقف في ظهر أمه وزوجته وأخته وبنته، هو ده الراجل المصري الأصيل. الأم يعني وعي، والوعي هو ثورة فكر وثروة أمة. وعي الأم المصرية هو البيت والسكن والوطن، وبالوعي مصر أكيد هتتغير للأفضل.